التطورات على الساحة السورية يتابعها اللاجئون هنا في مخيم الزعتري، والأمل يحدوهم بإنهاء معاناتهم والعودة إلى الوطن. تطورات الأيام الأخيرة السياسية والعسكرية تلقي بظلالها على مطالبات اللاجئين، والأنباء القادمة من الداخل حول احتدام المعارك جعلتهم يطالبون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بتدخل حاسم من المجتمع الدولي، إضافة إلى إنشاء منطقة عازلة في محافظة درعا. نريد قصف مواقع نظام من الاسكود، تسليح المعارضة منطقة عازلة بدرعا، هذه المطالب. ونريد عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لما أسفر عن تدخل حزب الله في سوريا، ونحمل الجامعة العربية وكل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمجلس الأمن أي مجزرة ستحدث في القصير في حمص. مسيرة الزعتري تخللها إضراب جزئي شمل عددا كبيرا من المحال التجارية التي أغلقت أبوابها، فيما رفع المشاركون في المسيرة لافتات طالبت دول العالم بالتحرك لإنقاذ الشعب السوري من المجازر التي يتعرض لها بشكل يومي على يد النظام. كما ألقى عدد من الناشطين كلمات طالبت الدول العربية بفرض حظر جوي وتدخل العسكري في سوريا لحماية المدنيين. ما طالبنا العالم توقف معانا، احنا توقف معانا الأمم المتحدة، تساند الجيش الحر، تساند القوى المسلحة التي تمثل الشعب من جيش حر وغيره للدفاع عن نفسه. يا أخي احنا آلاف المجازر، كنا نقول مجزرة واثنتين، الآن آلاف المجازر تحصل في سوريا. المطلوب من المجتمع الدولي أن يناصر الحق، والحق ظاهر كالشمس في كبد السماء. نحن شعب في سوريا شعب نباد، نحن شعب في سوريا نباد بسبب استقطابات إقليمية. في الزعتري يعيش نحو 170 ألف سوري، تزداد قناعتهم يوما بعد يوم أن الحل الوحيد لإنهاء معاناتهم في هذا المخيم لم يعد في المساعدات والمعونات، بل يكمن في الإسراع بتحرير كامل سوريا والعودة إلى قراهم وبلداتهم التي هجروها تحت القصف والدمار. تطورات الأوضاع على الساحة السورية سواء في الداخل أو في الخارج بدأت تلقي بظلالها على الأوضاع هنا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، وأصبحت مطالب الداخل تتسق مع مطالب الخارج. حسن الرواشدي، أورينت نيوز، من مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال الأردن.